بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت لكم تاني فيديو جديد. وكان في تعليق من استاذ احمد سماحة، وكان بيسألني هل ينفع ان اخد ماركة المكنة بتاعت الاف 91W واركبها على الظرف بتاع الاي 159W، هل هينفع ولا لا؟ بصراحة انا مجربتش قبل كده، بس حبيت اجرب معاكم. اول حاجة احنا هنفك الساعة اللي هي الاي 159، هنطلع منها الماكينة الداخلية، بس يعني احتمال كبير ينفع، يعني انا اتوقع ينفع لان المكان مقارب جدا، الاحتمال تقريبا كمان هي نفس المكنة الداخلية، بس الفرق ان هي الظرف الخارجي بتاع دي بلاستيك رابر، والظرف بتاع دوت برضو ده، بس ده عظمي يعني عامة. انت يتهيالك انه معدن، بس هو السير معدن والقصع معدن، لكن ده مش معدن. هناخد المكنة بتاعة الاف 91، هنشوف الاتجاه بتاعها، ده الاتجاه المظبوط. شيل الجوان كده، الركبت نشوف هل الغطا بتاعها يقفل ولا لا. دي بتاعت ايه؟ دي الاف 91، دي بتاعت، اسف على اللغوشة دي عشان الكشافات، الليد بيعمل مع الكاميرا مش عارف ايه السبب، ليدات المحل يعني. المهم هنركب المسامير ونشوف. هي مشكلة الاف 91 ان هي بلاستيك، فبيقابلك مشاكل من ناحية الودن بتاع الساعة، ممكن تتكسر معاك، او هي الاغلبية بتبقى في ودن الساعة، يعني هي المشاكل كلها اللي بتقابل الناس في ودن الساعة. طيب بيبقى عايز حل، انت ممكن وقتها اهم حاجة المكنة، تروح تشوف لك ظرف، ظرف يكون سليم، ظرف جديد يعني بتاع الساعات اللي هي 159، وتخلي ايه صنايعي يكون محترم كده يركبها محترم برعاية ربنا، عشان انا بتجيني ساعات ناس دفع فيها مبالغ مقابل الظرف بتاع الساعة، والتقفيل تعبان والساعة بيخشها مية. طب ما يرضيش ربنا يعني. فتشوف حد يكون سمعته كويسة تخليه يركب لك الظرف. لو انت عايز تركبها بنفسك ممكن تجيب الظرف، وهتلاقي فيديو من الفيديوهات عندي لتركيب الظرف بتاع الساعة. محتاج اعمل لكم فيديو تاني، اكتبوا لي في التعليقات واعمل لكم فيديو تاني. قفلت معانا، مش فيها اي مشكلة. نزلها معانا، ده بتاع اللايت، بس هي عايزة حجر ضعيف، الصوت بتاعها شديد. شغالة معانا تمام، مفيش فيها أي مشكلة يا أستاذ أحمد. محتاج أنت فعلا لو أنت عندك ظرف ساعة اف 91 ومتهان زي كده ومحتاج تشيل منه المكنة، أنصحك بده. أنت كده كأنك اشتريت ساعة جديدة، ساعة سعرها عدى دلوقتي 700 جنيه، 800 جنيه، ده في صفحات منزلها زي امازون او نون منزلها ب 900 وما شابه، 900 950. فانت كده اشتريت ساعة جديدة، تروح تشتري لك وستيك حلو يكون استانلس
او تشوف حد يكون عنده حاجة خلع من ساعة نظيفة وظرف، هتلاقي الظرف بيتباع برضو، جيب ظرف يكون نظيف وتركبهم للساعة. تمام كده، انت كأنك اشتريت ساعة ثمنها 700 جنيه، 800 جنيه، 900 جنيه، اشتريتها بمبلغ ولا بياكل 150 جنيه، وانت المستفاد، لان هي اهم حاجة في الساعة الماكينة. يعني الماكينة على فكرة اللي في الساعة دي تقليد مش النظيفة، لو مايلنا كده هتبان معانا. الفكرة كلهم ان هما نفس المقاس، يعني انا ما جربتش في اصلي لان هما كلهم نفس المقاس نفس السمك، وده اهم شيء. بص الفرق يا باشا، دي المكنة الاصلي، دي المكنة التقليد. الدنيا ضايعة خالص في التقليد. تمام، فانت المستفاد كليا. اتمنى تكون حضرتك فهمت من الفيديو، تكون استفدت معانا، واي حد محتاج اي حاجة جربها له اكتب لي في التعليقات. متاحة معايا ان انا اجرب لكم الحاجة، او متاحة معايا اي حاجة ان انا اعمل لكم الاختبار او مشابه، ان شاء الله هعمله لكم، مش هتأخر عليكم. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.